إضراب 8 أيام ما بين 28 جانفي والرابع فبراير 1957، صفحة من صفحات الثورة الجزائرية نستعيد ذكراها. صمود، كفاح وتضحية صنعه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. وبهذه المناسبة وتحت إشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد الطيب زيتوني وبالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ستنظم ندوة تاريخية يوم الخميس 28 جانفي 2021 بمقر الوزارة قاعة المحاضرات الجزائر.